هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع؟ نعم. يقول هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع؟ التزام إيش؟ الكلام. كيف التزام الكلام؟ التزام الكلام بعد إيش؟ من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع. لا تبكيه الخطيب وغيره اللي بيتكلم يتكلم ما في مانع. ما هو بس الخطيب، كل يتكلم حاجته ما يخالف. إذا قضيت الصلاة فانتشروا بها وابتغوا من فضل الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تكلموا لكن لا تكلموا بغيبة ولا نميمة ولا سباب ولا شتم، تكلموا بكلام مباح ما في مانع. نعم الكلام إنما يحرم حال الخطبة. نعم.